السلام عليكم طلبة أولى ثانوي، أتمنى كلكم يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله مع بعض النهاردة هنحل أسئلة اختيار متعدد على الفصل الثاني الخاص بتداخل فعل الجينات. هنحل على الدرس الأول اللي هو انعدام السيادة وتعدد البدائل. احنا شرحناهم في الفيديوهات القديمة، اللي لسه ما حضرش الشرح يروح على الفيديوهات في قائمة أولى ثانوي الترم الثاني، هيلاقي شرح درس انعدام السيادة وشرح درس تعدد البدائل الخاص بفصائل الدم وعامل ريسوس. الأول نراجع مع بعض على تداخل فعل الجينات يعني ايه. اتفقنا من الأول خالص ان مندل قال ان الصفة بيتحكم في ظهورها زوج من الجينات بيكون أحدهما سائل وسائد والآخر متنحي. في تداخل فعل الجينات العلماء بعد كده اكتشفوا أن الصفات لا تورث وفقا لقوانين مندل اللي قالها، وقالوا أنها بتمثل في عدة حالات زي إيه؟ انعدام السيادة، تعدد البدائل، الجينات المميتة، والجينات المتكاملة. قلنا انعدام السيادة دي حالة وراثية بيتحكم في وراثة الصفة زوج من الجينات لكن لا يسود أحدهما على الآخر، يعني ما عندناش هنا بقى حكاية سائد ومتنحي، مفيش عندنا هنا متنحي. أمال إيه اللي بيحصل؟ زوج الجينات دول كلاهما يحدث أثره، يعني عند تجمعهم بيظهر صفة جديدة تالتة. يعني لما نلاقي في المسألة تلات صفات، اتنين أبوية واحدة جديدة، يبقى على طول ده انعدام سيادة. لكن لو لقينا في المسألة صفتين أبويتين والجيل اللي ناتج، الجيل الأول اللي ناتج واخد أحد صفتي الأبوين، لأ ده مندل. عرفتوا الفرق؟ لكن لو ظهر صفة تالتة جديدة غير الصفتين الأبويين، يبقى نعرف على طول إن ده انعدام سيادة. يبقى انعدام السيادة إن الجينين كلاهما يحدث أثره ولا يسود أحدهما على الآخر، واجتماعهم بيؤدي لصورة ظهور صفة وسطية جديدة، يعني ما عندناش أفراد متنحية ولا أفراد هجينة، مش هنلاقي سمول، هنلاقي كله كابيتال. وعندنا هنا الطرز المظهرية بتعبر عن الطرز الجينية، احنا عندنا تلاتة مظهري يبقى تلاتة جيني. والنسبة في الجيل الأول بتكون 100% صفة جديدة، وعند تزاوج الصفتين اللي هي الفردين من الجيل الأول اللي هي الصفة الجديدة دي، الجيل التاني بيطلع واحد لاتنين لواحد، واحد وواحد دول صفات أبوية واتنين دي بتبقى صفة جديدة، يعني الصفة الجديدة بتبان في الجيل التاني بنسبة 50%. وقلنا المثال عندنا في نبات شاب الليل، في عندنا أزهار بيضاء W كابيتال W كابيتال، أزهار حمراء اللون R كابيتال R كابيتال، وبتظهر أزهار قرنفلية اللون R كابيتال W كابيتال. والمثال التاني لون الريش في الدجاج الأندلسي، عندنا ريش أسود B كابيتال B كابيتال، ريش أبيض W كابيتال W كابيتال، ريش أزرق الصفة الجديدة B كابيتال W كابيتال. طيب ندخل بعد كده على تعدد البدائل، وشرحناها بالتفصيل سواء وراثة فصائل الدم أو عامل الريسوس. واتفقنا ان تعدد البدائل يعني ايه؟ يعني دي حالة وراثية بيتحكم في وراثة الصفة اكتر من زوج من الجينات. بالنسبة لفصائل الدم الوراثة الصفة بيتحكم في ظهور الصفة تلات جينات، الـ A والـ B والـ O، لكن نصيب الفرد بيكون زوج واحد فقط من الجينات. فصائل الدم بتخضع لتعدد البدائل سيادة تامة وانعدام سيادة. قلنا تعدد البدائل عشان بيتحكم فيها تلات جينات الـ A والـ B والـ O، بتمثل بأربع طرز مظهرية، يعني عندنا أربع فصائل A والـ B والـ AB والـ O وست طرز جينية. ليه؟ لأن الـ A عندها اتنين طرز جيني، واحد سائد نقي A كابيتال A كابيتال وواحد سائد هجين A O، وفصيلة الدم بي برضو نفس الحكاية بتمثل باتنين طرز جيني بي بي وبي او، سائد نقي وسائد هجين. وكمان عندنا فصيلة الدم اي بي، وكمان عندنا فصيلة الدم او ليها طرز جيني واحد اللي هو او او. حالة السيادة التامة زي ما احنا قلنا ان الاي والبي كلاهما سائد على الاو. انعدام السيادة بيظهر فين؟ في فصيلة الدم A B، لأن الـ A لا تسود على الـ B ولا الـ B لا يسود على الـ A، لكن تجمعهم بيظهر صفة جديدة وهي فصيلة الدم A B.
قلنا التقسيم الكيميائي لفصائل الدم بيعتمد على نوعين من المواد، يا إما مولدات الالتصاق أو مواد مولدة بتبقى موجودة على سطح خلايا الدم الحمراء، وفي منها نوعين، يا إما مولدات A small يا إما مولدات B small. وفي كمان أجسام مضادة بتبقى موجودة في بلازما الدم، في منها نوعين، يا إما الأنتي A يا إما الأنتي B. واتفقنا إن لو فصيلة الدم A يبقى مولدات الالتصاق اللي عليها هتكون A small، والأجسام المضادة في البلازما هتكون الأنتي بي، يعني هي ضد البي. فصيلة الدم بي مولدات الالتصاق هتبقى بي، والأجسام المضادة هتبقى أنتي اي. فصيلة الدم اي بي يبقى هي عندها مولدات التصاق اي وبي، وما عندهاش أجسام مضادة، عشان كده هي بتاخد من كل الفصائل مستقبل عام. طيب فصيلة الدم او ما عندهاش مولدات التصاق A ولا B، لكن عندها أجسام مضادة أنتي A وأنتي B، عشان كده هي ما بتديش ما بتاخدش من أي فصيلة غير الـ O، لكن تدي لكل الفصائل معطي عام. ولازم نركز في عمليات نقل الدم على المواد المولدة أو مولدات الالتصاق في الشخص المعطي والأجسام المضادة في الشخص المستقبل. وقلنا إن فصيلة الدم A تقدر تدي للاي اللي زيها وتدي للاي بي، وتستقبل من مين؟ تستقبل من اللي زيها وتستقبل من الاو، لان الاو معطي عام. فصيلة الدم بي تدي للي زيها اللي هي بي وتدي للاي بي، تستقبل من مين؟ من البي والاو. فصيلة الدم اي بي بتدي للاي بي فقط وبتاخد من كل الفصائل. فصيلة الدم O بتدي لكل الفصائل لأنها معطي عام وتستقبل من الـ O فقط. لما نيجي نعين فصيلة دم مجهولة بنجيب شريحة ونحط عليها نقطتين دم، وهنحط الـ Anti-A والـ Anti-B. لو حصل تخثر مع الـ Anti-A وما حصلش مع الـ Anti-B تبقى دي فصيلة الدم A. لو حصل تخثر مع الـ Anti-B وما حصلش مع الـ Anti-A تبقى فصيلة الدم B. لو حصل تخثر مع الـ Anti-A والـ Anti-B يبقى دي الـ AB. لو ما حصلش تخثر لا مع الـ Anti-A ولا مع الـ Anti-B يبقى دي O. ليه؟ لأن هنا ما عندهاش مولدات التصاق. هنبدأ مع بعض نحل الأسئلة الاختيار من متعدد على انعدام السيادة وتعدد البدائل. الفيديو غالبا هقسمه لكم على جزئين علشان ما يبقاش طويل. السؤال الأول: في الشكل المقابل أي أزواج الكروموسومات تمثل حالة انعدام سيادة؟ اتفقنا إن في حالة انعدام السيادة إن الزوج من الجينات أو الجينين اللي عندنا لا يسود أحدهما على الآخر، إذا مش هنلاقي عندنا متنحي أو سمول، وكلاهما يحدث أثره، وعند تجمعهم بتظهر صفة وسطية جديدة. الاختيار الأول لو بصينا هنلاقي الدي كابتل والإف كابتل، لكن الجينات مش على نفس الموقع في الكروموسومات المتبادلة. نبص على اتنين هنلاقيهم في نفس الموقع، لكن إيه كابتل وإيه كابتل، لازم يكون الجينات كلاهما يحدث أثره. رقم تلاتة هنلاقي إن في آر سمول وانعدام السيادة مفيهوش متنحي. رقم أربعة هنلاقي إيه؟ هنلاقي جي كابتل تمام، التي كابتل تمام، والجينات على نفس الموقع في الكروموسومات، يعني موجودة بشكل متبادل على الكروموسومات، يبقى الاختيار هيكون رقم أربعة دال. السؤال رقم اتنين: عند تهجين نباتين حنك السبع أحدهما أحمر الأزهار والآخر أبيض الأزهار، نتج الجيل الأول كله كرومفولي، يبقى احنا كده عندنا كام لون؟ عندنا تلات ألوان، يبقى الحالة دي ايه؟ حالة انعدام سيادة. ادي الأحمر R كابتل R كابتل، والأبيض W كابتل W كابتل، الجيل الأول كله طلع ايه؟ طلع R كابتل W كابتل. يبقى عرفتوا ازاي بنعرف ان هي انعدام سيادة مش قوانين مندل؟ لو قالك ان الجيل الاول كله من احد الصفتين بتوع الابوين السائد يبقى ساعتها اقولك ده مندل، لكن ظهرت صفة جديدة خالص وسطية ما بين الاحمر والابيض اللي هو يعني الكرومفولي يبقى دي حالة انعدام سيادة. الجيل التاني ذو ازهار حمراء وكرومفولية وبيضاء، فان هذه الحالة تتميز بيه، يبقى الحالة اللي عندنا دي حالة ايه؟ انعدام سيادة.
هل ظهور أثر الجينين معا؟ صح، ما انت عندك اهو ادي الار كابيتال وادي الدبليو كابيتال، طلع في الجيل ار كابيتال دبليو كابيتال، اذا كل منهما احدث اثره في ظهور الصفة الجديدة. ب بيقول ظهور اثر جين واحد، لا ده ظهور اثر الجينين. ج وجود جين لا يستطيع اكمال عمله بمفرده، لا طبعا ده واحد لازم بيكمل واحد، مفيش جين بيسود على جين، كلاهما يكمل الآخر ويظهر صفة جديدة عند تجمعهما معا. د إن صفة الآباء لا تظهر دائما في الأجيال الناتجة، إزاي؟ ما أنت عندك الآباء ظهرت أهو في الجيل الثاني، أدي أزهار حمراء وأدي أزهار بيضاء، صفات أبوية زي الأبوين. السؤال الثالث، تتشابه وراثة لون أزهار شب الليل مع وراثة لون أزهار نبات البازلاء عند تهجين فردين نقيين مختلفين في ضروسهما المظهري. في وراثة نبات شاب الليل ده ايه؟ انعدام سيادة. وراثة لون أزهار نبات البازلاء ده ايه؟ ده سيادة تامة، مندل. بيتشابهوا في ايه؟ الوراثة دي بتتشابه مع الوراثة دي، انعدام السيادة بتتشابه مع السيادة التامة في ايه؟ هل ان الجيل الاول بيحمل صفة احد الاباء؟ هنقول ده في السيادة التامة لكن مش في انعدام السيادة. هل في عدد الطرز المظهرية؟ عندنا عدد الطرز المظهرية في السيادة التامة كانوا كام؟ اهو عدد الطرز المظهرية في قوانين مندل كانوا 2، احمر او ابيض، طويل او قصير، مجعد او املس، يبقى الطرز المظهرية 2. طب في انعدام السيادة الطرز المظهرية كام؟ 3، لان كل واحد بيحدث اثره بيظهر صفة جديدة، فكل طرز مظهري بيعبر عن الطرز الجيني بتاعه. رقم 3 بيقول ان الصفة تمثل بزوج من الجينات، صح اهم ان وراثة الصفة بتمثل في قوانين مندل بزوج من الجينات وفي انعدام السيادة بزوج من الجينات، يبقى الاجابة جيم. دال ان الصفة المتنحية لها طرز جيني واحد، ده في انهي حالة؟ دي في حالة السيادة التامة، لان في انعدام السيادة ما عندناش اصلا صفة متنحية، يبقى الاجابة جيم. السؤال الرابع، حدث تهجين بين نباتين من نباتات شاب الليل، كلاهما يحمل ازهار كرومفولية. كرومفولية رمزها ايه؟ ار كابيتال دبليو كابيتال. اجب عما يأتي. السؤال الاول، نسبة الازهار الكرومفولية الناتجة من هذا التهجين. طب تعالوا نهجن يلا نباتين شاب الليل، ادي بي واحد وادي جي واحد وادي اف واحد، ادي ار كابيتال دبليو كابيتال كرومفولي مع ار كابيتال دبليو كابيتال، الجاميتس اللي طالعه ايه؟ ار كابيتال وادي دبليو كابيتال مشيج، وار كابيتال مشيج وادي مشيج الدبليو كابيتال. يلا الناتج اللي طالع ار كابيتال ار كابيتال وار كابيتال دبليو كابيتال، ها وار كابيتال دبليو كابيتال ودبليو كابيتال دبليو كابيتال. الار كابيتال ار كابيتال ده احمر، والار كابيتال دبليو كابيتال ده كرومفولي، والدبليو كابيتال دبليو كابيتال ده ابيض. يبقى هنا 25% أبيض و 25% أحمر و 50% الصفة الجديدة الكرومفولي. هنا بيقول نسبة الأزهار الكرومفولية الناتجة من هذا التهجين كام؟ 50%، الإجابة جيم. 2، نسبة الأزهار البيضاء الناتجة من هذا التهجين كام؟ لسه قايلين أهو 25% أبيض، يبقى الإجابة دال 25%. السؤال الخامس، يمكن معرفة الطرز الجيني من الطرز المظهري في كل من الصفات التالية ما عدا صفة. امتى ما نقدرش نقول ان احنا عارفين الطرز الجيني ده من مجرد معرفتك للطرز المظهري؟ يعني انا مثلا قلت لك دلوقتي اللون اللي طلع لك قرمزي، هل انت كده عرفت الطرز الجيني؟ لا. ليه؟ لان القرمزي ده سائد، فممكن يكون سائد نقي وممكن يكون سائد هجين، صح؟ لكن لو جيت قلت لك متنحي
لو قلت لك مثلا المجعد، شكل البذور المجعدة، انت كده عرفت على طول انه متنحي، يبقى انت على طول فهمت التورس الجيني بتاعه، لان المتنحي دايما نقي، هيبقى اس سمول اس سمول. نفس الحكاية في لون الازهار القرنفلية، ار كابيتال دبليو كابيتال، انت عارف ان كل تورس مزهري بيعبر عن التورس الجيني بتاعه، يبقى ار كابيتال دبليو كابيتال، عرفتها على طول. لكن مش هتعرف امتى الا لما يكون عندك حالة سيادة تامة، مش هتعرف، لان انت بيبقى عندك السائد، يا اما سائد نقي يا اما سائد هجين، يبقى الاجابة الف. السؤال السادس، نسبة العصافير ذات الريش الاصفر الناتجة من تهجين عصافير حمراء الريش ار كابيتال ار كابيتال. عندنا عصافير حمراء الريش ار كابيتال ار كابيتال احمر مع ار كابيتال ار كابيتال احمر. هو بالعقل كده اكيد مش هيطلع لنا لون تاني غير الاحمر. ادي هنا المشيج احمر اهو ار كابيتال، وادي المشيج هنا ار كابيتال، دربهم مع بعض يبقى كل الجيل اللي ناتج هيطلع لك لونه ايه، 100% ريش احمر. يبقى نسبة الاصفر اللي طالع كام؟ اكيد صفر، مفيش أصفر هيطلع، ده كل الجيل الناتج طالع أحمر. السؤال السابع، عند تهجين نباتي فجل أحدهما ذو جذر مستطيل والآخر ذو جذر كروي، أدي صفة وأدي صفة، ثم تركت نباتات الجيل الناتج تلقح نفسها ذاتيا، يعني احنا عندنا الجيل الناتج أهو حصل تزاوج تاني أو تهجين تاني، فتم الحصول على النتائج الموضحة بالشكل البياني، ادرسه ثم اجب. يعني انت الاول جوزت المستطيل مع الكروي طلع لك حاجة، جوزت بقى الحاجة دي مع نفسها تاني راح طلع لك النتائج اللي باينة قدامك دي، ادرسه ثم اجب. اذا علمت ان جين الجذور المستطيلة بتمثل بال كابيتال وجين الجذور كرويه الشكل تمثل بالار كابيتال، فان الطرز الجينيه المتوقعه لاباء الجيل الموضح بالشكل هي، طيب تعالوا نعملها. الاول المستطيل اتهجم مع مين؟ مع الكروي، طلع لنا ايه؟ طلع لنا ناتج. الناتج ده لما اتهجم مع نفسه طلع لنا التلات نواتج دول، التلات نسب، عندنا السين والعين 25%، السين والعين اللي هم مستطيل وكروي، يعني زي الأبوين، يعني 25% زي الأب و25% زي الأب التاني من الأبوين، صفات أبوية. والصاد 50% صفة جديدة اسمها بيضوية. طيب انت عندك ثلاث صفات، اتنين أبوين واحدة جديدة، يبقى دي حالة ايه؟ حالة انعدام سيادة. يبقى تعالوا نعمل مسألة انعدام سيادة. المستطيل اللي كابتل اللي كابتل مع الكروي ار كابتل ار كابتل، يبقى ده كروي وده مستطيل. نطلع الامشاج هنا اللي كابتل وهنا ار كابتل. الافراد اللي ناتجه طالعه ايه؟ اللي كابيتال ار كابيتال، ده هيبقى اسمه ايه الجديد بقى اللي طالع؟ بيضاوي. طيب بيقول بقى لما جوز البيضاوي ده طلعت النسبه دي فعلا هتطلع كده، تعالوا نشوف. ادي اللي كابيتال ار كابيتال مع اللي كابيتال ار كابيتال، بيضاوي مع بيضاوي، ماشيين خطوه خطوه زي ما هو بيقول لنا. امتى نعرف جيل اول ولا جيل تاني؟ زي ما المساله بتقول، قالت المسألة بعد ما لقح المستطيل مع الكروي طلع لنا ناتج، وبعد كده حصل تلقيح ذاتي للناتج طلع لنا تلات نسب اهو. تعالوا نشوف، يلا ناخد الجميت، اف اتنين الجميت اهو، ال كابيتال اهو وار كابيتال اهو، وادي ال كابيتال وادي ار كابيتال. يلا هندرب بقى كده، ال كابيتال ال كابيتال وبعدين ال كابيتال ار كابيتال وبعدين ال كابيتال ار كابيتال وبعدين ار كابيتال ار كابيتال. ال كابيتال ال كابيتال ده ايه؟ مستطيل. ال كابيتال ار كابيتال ده ايه؟
بيضاوي. طيب والار كابيتال، ار كابيتال ده ايه؟ دائري او كروي. يبقى 25% كروي، 50% بيضاوي، و25% مستطيل، زي ما الرسمة قالت لنا بالظبط اهو. يبقى سين ده سين، والبيضاوي ده صاد، والمستطيل ده عين. هنا بيسأل بيقول ايه؟ بيقول الطرز الجينية المتوقعة لآباء الجيل الموضح بالشكل هي ايه؟ اهو. يبقى فين الآباء؟ ادي الجيل اللي طالع بالشكل اهو، يبقى الآباء فين؟ اهم ال parent 2 اللي هي ال capital R capital و ال capital R capital، او هي هياها ال R capital ال capital R capital ال capital اهي. يبقى الإجابة ج، بيضاوي مع بيضاوي، ده ناتج الجيل الأول اللي قال عليه في أول المسألة. السؤال التاني، عدد أنواع الطرز الجينية لنبات الفجل ذو الجذور بيضاوية الشكل هو. تعال نشوف البيضاوية الشكل اهي، الطرز الجينية بتاعتها ايه؟ اهي ار كابيتال ال كابيتال او ال كابيتال ار كابيتال. يبقى عدد انواعهم كام؟ هو واحد اهي. السؤال الثالث، عند تهجين نباتي فجل ذو جذور كروية الشكل، فإن نسبة النباتات الناتجة ذو الجذور بيضاوية الشكل هي. لسه حالين سؤال زي ده، ار كابيتال ار كابيتال مع ار كابيتال ار كابيتال، يبقى الجاميتس اللي طالعة ايه؟ هنا ار كابيتال مشيجة اهو، وادي مشيج ار كابيتال، يبقى اللي هيطلع كله ار كابيتال ار كابيتال كروية الشكل 100%. يبقى هل طلع عندنا بيضاوي الشكل؟ لا ما طلعش، يبقى صفر. السؤال الثامن، إذا علمت أن صفة اللون الطوبي صفة وسط بين اللون الأبيض واللون الأحمر، يبقى احنا عندنا كام صفة كده؟ ثلاثة. يبقى دي حالة ايه؟ انعدام سيادة. وعند تهجين ثور طوبي مع بقرة حمراء كان ناتج التزاوج أفراد ذات لون طوبي وأفراد ذات لون أحمر بنسبة 1:1، فما نسبة ظهور اللون الأحمر بين أفراد الجيل الناتج من تزاوج أفراد طوبية اللون؟ تعالوا نشوف كده مع بعض، parent 1 و gametes 1 و family 1. هجن ايه؟ هجن ثور طوبي، الطوبي هيبقى لونه ايه؟ هيبقى لونه R capital W capital مع بقرة حمراء R capital R capital، يبقى ده طوبي ذكر ودي أنثى حمراء بقرة حمراء. الجاميتس ايه؟ يبقى ادي مشيج R capital وادي مشيج W capital وادي مشيج R capital، يبقى اللي طالع ايه؟ R capital R capital و R capital W capital، يبقى نسبة 1:1 أو 50%. 50% إيه بقى؟ 50% طوبي و50% أحمر. بيسأل هنا نسبة ظهور اللون الأحمر بين أفراد الجيل الناتج من تزاوج أفراد طوبية اللون، يبقى دي المسألة اللي هو اداها لنا. تعالوا نشوف هو طالب إيه بقى، عايز لون أحمر بين أفراد الجيل الناتج من تزاوج أفراد طوبية اللون. أهي الأفراد طوبية اللون أهي، يبقى أدي بي وأدي جي وأدي إف طوبية اللون، أدي R كابيتال W كابيتال مع R كابيتال W كابيتال، طلع الأمشاج، أدي مشيج R كابيتال ومشيج W كابيتال وأدي مشيج R كابيتال ومشيج W كابيتال. يلا هندرب الأول مع الأول والأول مع التاني والتاني مع الأول والتاني مع التاني، يبقى هيبقى R capital R capital و R capital W capital، وهنا R capital W capital و W capital W capital. W capital W capital دي أبيض و R capital W capital ده طوبي و R capital R capital ده أحمر.
يبقى هو عايز نسبة الأحمر هيبقى هنا كام؟ 25%، لأن دول 50% ودول 25%، يبقى النسبة اللي هو عاوزها 25%. السؤال التاسع: أي الأشكال التالية يمثل النتائج المتوقعة في حالة تعدد البدائل؟ طيب لو ركز هنا، ألف مدينا ده 3 لـ1، دي زيادة تامة. هنا مدينا 1 لـ1 لـ1 لـ1، يبقى دي ممكن تكون اللي هي فصائل الدم ال A وال B وال A B وال O. لما كنا مثلا بنجوز ال A O مع ال B O كان بيظهر لنا الأربع فصائل بنسبة 1 لـ1 لـ1 لـ1، لأن احنا كان عندنا وراثة فصائل الدم كانت بيتحكم فيها 3 جينات كانت بتمثل بأربع طروز مظهرية. هنا 1 لـ2 لـ1 ممكن تكون دي انعدام سيادة، هنا 1 لـ1 دي مش تعدد بدائل، يبقى الإجابة هي ب، تعدد بدائل. السؤال العاشر: أي فصائل الدم التالية تحتوي على الأجسام المضادة الأنتي A فقط؟ يبقى فصيلة الدم مين؟ فصيلة الدم B هي اللي كانت بتحتوي على أجسام مضادة أنتي A، ما بتحبش الـ A، يبقى الإجابة ب، B. السؤال 11: تزاوج رجل فصيلة دمه A مع امرأة فصيلة دمها B، فأنجب طفل فصيلة دمه O. طيب احنا عارفين ان الاو ده متنحي، والمتنحي دايما نقي، يعني رمزه ايه؟ او او. وطالما انه متنحي او او يبقى اكيد الاب والام فيهم ايه؟ فيهم او. فما الطرز الجينية لفصائل دم الاباء؟ اكيد هيبقى ايه؟ او مع بي او. الاجابة دال. تعالوا نعملها كده مع بعض. الولد اللي طالع هنمشيها بقى بالعكس، الولد اللي طالع طالع او فصيلة دم O، المتنحي دايما، المتنحي دائما نقي، ما تنسوهاش الكلمة دي، يبقى O O. يبقى الجميد عندنا هنا أكيد فيه هنا O، أكيد فيه هنا O، مش كده؟ علشان لما يتجمعوا يدونا الولد ده، يبقى أكيد الأب فيه O والأم فيها O. طيب فصيلة دم الأب A وفصيلة دم الأم B، يبقى الـ A O مع الـ B O، وأدي هنا الـ A وادي هنا البي، تمام؟ يبقى الإجابة دال، A O مع B O. السؤال 12: أم فصيلة دمها A B ولها ابن من نفس الفصيلة، يعني الابن برضو A B، ما فصيلة الدم المستبعدة للأب؟ الأب يعني استحالة يكون إيه؟ الأم A B والأب هنا هو. الابن اللي طالع اي بي، يبقى طالما ان الابن طالع اي بي يبقى اكيد واخد من هنا وواخد من هنا، صح؟ يبقى اكيد واخد من المشيك ده وواخد من المشيك ده. طيب هل ينفع يكون الاب فيه ايه؟ اه ممكن يبقى واخد فيه ايه، ما هو الاي مع البي ممكن يدينا الولد ده. طب هل ينفع يكون فيه بي؟ ايوه، ما هو البي مع الاي ممكن يدينا الولد ده. طب هل ينفع يكون A B؟ ايوه ينفع، ما هو المشيك هيبقى A وهيبقى B، وهنا هيبقى A وهيبقى B، هيطلع لنا برضو الولد اللي فيه A B. طب هل ينفع يكون O؟ لا، ال O دايما متنحي، فمش هينفع يطلع الولد A B. الناتج اللي هيطلع من O O مع الام A B يبقى هيطلع لنا ادي المشيك O وادي هنا مشيك A ومشيك B، يبقى الناتج اللي هيطلع AO وايه كمان؟ البيO، مش هيطلع خالص الولد اللي هو AB، يبقى استحالة يكون الأب ايه؟ OO او فصيلة دمه O، الاختيار دال. السؤال 13: اذا اضفنا نقطة من فصيلة الدم B الى نقطة من عين الدم مجهولة فتخثرت، يبقى فصيلة الدم دي جواها ايه ضد دي؟ جواها انتي بي، عشان الانتي بي مع البي يحصل تخثر، عكس بعض حصل تخثر. ثم اضفنا نقطة من فصيلة الدم ايه الى نقطة اخرى من نفس العينة المجهولة اللي فيها ايه؟ فيها انتي بي، ولم يحدث تخثر. طبعا ما هو الانتي بي مش هيعمل تخثر ابدا ابدا مع الاي، لان الانتي بي دي فصيلة دم ايه؟ ايه.
طيب والايه مع الايه مش هيحصل تخثر، لكن الايه مع البي هيحصل تخثر. يبقى فصيلة الدم العين المجهولة دي مين؟ ايه الايه تعمل تخثر طبعا مع البي عشان فيها انتي بي، والايه ما تعملش تخثر مع الايه طبعا لانها نفس الفصيلة. السؤال 14، كم عدد الطرز الجينية، نركز هو بيقول جينية ولا مظهرية، لفصائل الدم التي تحتوي على المولدات بي أو إيه أو تحتوي على المولدات إيه وبي معا؟ طيب تعالوا نشوف مين أصلا اللي بيحتوي على مولدات إيه أو بي. إحنا عندنا فصيلة الدم إيه بتحتوي على مولدات ايه، وفصيلة الدم بي بتحتوي على مولدات التصاق بي، وفصيلة الدم ايه بي بتحتوي على كلاهما الاي والبي. يبقى فصيلة الدم دي وفصيلة الدم دي وفصيلة الدم دي. طب دي الطرز الجينية بتاعها هي اي بي، طب البي الطرز الجينية بتاعتها يا اما بي بي او بي او، طب والايه الطرز الجينية بتاعتها يا اما اي اي او اي او. يبقى احنا عندنا كام طرز جينية؟ 1 2 3 4 ادي 5، يبقى الاجابة 5. السؤال 15، عند تزاوج رجل فصيل الدم اي بي بامرأة فصيل دمها او، او يعني او او على طول متناحي دايما نقل، ما نسبة احتمال إنجاب أطفال لهم نفس فصيلتي دم الأبوين، يعني أولاد عندهم A B أو O O؟ تعالوا نشوف، احنا لسه عاملين المسألة دي. وادي ال F، ال A B مع ال O O، الجميت ادي A وادي مشيج B وأنا مشيج O، يلا ندرب. يبقى هيطلع ال A O وهيطلع البي او، يعني فصائل مختلفة تماما عن فصائل الأب والأم. ده دي فصيلة دم A ودي فصيلة دم B، وهنا الأب والأم أصلا AB و OO، يبقى مش مفيش حد خالص هيطلع زي الأب وزي الأم. يبقى إيه الإجابة؟ 0 AB وصفر O. السؤال 16، الشكل المقابل يوضح أول 9 أزواج من الكروموسومات، دول 9 أزواج من الأول يعني من 1 لـ9 في الطرز الكروموسومي للإنسان موزعة عشوائيا يعني مش مترتبين. أي زوج من هذه الكروموسومات يحمل جينات فصائل الدم؟ احنا قايلين فصائل الدم على زوج الكروموسومات رقم 9 يعني آخر واحد، وهم كلهم 9 من 1 لـ9 الكروموسومات، الفصائل الدم موجودة على زوج الكروموسومات رقم 9. طيب تعالوا نشوف أصغر واحد مين، عندنا نون ده صغير واللام ده أصغر منه، يبقى هو اللي عليه فصائل الدم، يبقى الإجابة ليه؟ هما كلهم 9 مترتبين من 1 لـ9، احنا الفصائل الدم موجودة على كروموسوم رقم 9 يبقى أصغر واحد، لأن احنا عندنا في الطرز الكروموسومي الكروموسومات بترتب تنازليا على حسب الحجم، الكبير أول واحد وبعد كده أصغر 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 أصغر، يبقى نختار أصغر واحد. السؤال 17، من خصائص فصيلة الدم بي 1 يمكن نقلها لأي فصيلة دم أخرى؟ طبعا غلط، لأن احنا عندنا الأو ما ينفعش تاخد من أي فصيلة غير الأو. ب تستقبل دم من جميع الفصائل؟ غلط، ما بتستقبلش غير من البي ومن الأو. جيم لا تحتوي على أجسام مضادة؟ طبعا بتحتوي على أجسام مضادة انتي اي. دال تكون نقية أو هجينة؟ صح، يا إما تكون بي بي سائد نقي أو تكون سائد هجين بي او. السؤال 18، تتشابه وراثة فصيلة الدم او، او ده اللي هو المتنحي النقي، مع وراثة صفة لون الأزهار نقط، أنهي أزهار؟ هل البيضاء لنبات شاب الليل؟ غلط، لأن البيضاء دي ما هياش متنحي، ده البيضاء دي صفة أبوية، يعني في شاب الليل انعدام السيادة ما فيهوش متنحي طبعا. القرنفلية لنبات شاب الليل؟ غلط، شاب الليل ما فيهوش
متنحي. البيضاء لنبات البازلاء، صح، البيضاء في نبات البازلاء اللي هو ار سمول، ار سمول. الإجابة جيم. القرمزية لنبات البازلاء، غلط، القرمزية دي كابتل ار كابتل ار كابتل، لكن هنا عايز حاجة متنحية نقية اهي. يبقى البيضاء لنبات البازلاء في قانون مندل. السؤال 19، إذا حدث تخثر عند إضافة مضاد أنتي أي إلى شريحة بها نقطة دم، تكون فصيلة دم الشخص هي. طيب دلوقتي إحنا ضفنا أنتي أي على شريحة، حصل تخثر، يبقى الشريحة دي فيها مواد مولدة إيه؟ مواد مولدة إيه؟ يبقى الشريحة دي فيها مواد مولدة إيه؟ المواد مولدة ايه موجودة في انهي فصيلة؟ موجودة في الفصيلة A وفي الموجودة في الفصيلة AB. السؤال 20، نسبة الأبناء التي تحمل الفصيلة AB الناتجة من تزاوج رجل فصيلة دمه تحمل مولدات الالتصاق A و B، مين فصيلة الدم اللي بتحمل A و B؟ فصيلة الدم AB هي اللي عليها مواد التصاق A و B. من امرأة دمها لا تحمل مولدات التصاق A و B، يبقى فصيلة دمها ايه؟ معلهاش مواد التصاق، تبقى ال O. ال O معلهاش مواد التصاق. ادي ال B وادي ال G وادي ال F. الأب ادي ال A B عليه مولدات التصاق A و B، وادي ال O O معلهاش مولدات التصاق لا A ولا B. يبقى الجميد ادي ال A وادي ال B وهنا ادي ال O، يبقى اللي هيطلع A O B O، A O و B O. يبقى نسبة الأبناء اللي بتحمل A B صفر، مفيش حد بيحمل A B. هنوقف الأسئلة لحد السؤال رقم 20، وأكمل معاكم إن شاء الله في الفيديو اللي جاي. السلام عليكم ورحمة الله.